لأول مرة في تاريخها قلبت سلسلة مطاعم ماكدونالدز شعارها الذهبي المميز باتجاه السماء في 100 فرع لها في الولايات المتحدة الأمريكية، احتفالا بيوم المرأة العالمي الذي يوافق اليوم 8 مارس/آذار. ويهدف قلب الشعار إلى تحويله من حرف M باللغة الإنجليزية إلى حرف W، وهو أول حرف في كلمة ويمان أو المرأة.